بالملوخية. سبق ومن مرة ديتنا فيديو شرحت فيه طريقة تنظيف الملوخية بانسيابية وسهولة تامة، وكذلك الاحتفاظ بها لمدة طويلة. ان شاء الله نوضع لكم رابط فيديو ديالو. نحتاج في المكونات للحم، بالنسبة لي استعملت لحم الغنمي، يمكن السيدة تعمل الغنمي او البقري على حسب الرغبة. ارتأيت اني نعمل طبق في طاجين مباشرة، لذلك فالغنمي ما تياخدش وقت طويل على النار. بالنسبة للسيدة اللي كانت غادي تعمل طويجن ديالها في طنجرة الضغط، يمكن لها تستعمل الغنمي، ما كان حتى شي اشكال. نحتاج كمية من اللحم على حسب الرغبة، نضيف ليها معلقة صغيرة من الفلفل الأحمر أو التحميرة أو البابريكا، ملح. بالنسبة لي عملت كمية قليلة من الملح، لأنكم تتعرفوا كيف ما سبق ودرست في الفيديوهات السابقة أن تنعمل الملح أسفل الطاجين. نضيف الفلفل الأسود أو الإبزار، زنجبيل أو سكنجبير، كركم او الخرقوم معرق، تنخلطوا هذه المكونات مع اللحم بشكل جيد. ما تنضيفوش الزيت في هذه المرحله، تنضيفوا كم التوابل والقليل من الماء، وتنخليوا هذا الخليط يتخمر في الثلاجه. كل ما بقى في هذه التتبيله كل ما تيجي ملذذ اكثر. وبالنسبه للزيت ما نضيفوش في هذه المرحله، لانك ما تعرفوا الزيت تيكون في حل الغلاف، ما تيخليش اللحم يتشرب التوابل. في طاجين غادي نوضعوا الملح كيف ما تعودتوا معايا، دائما في اي نوع من الطواجين سواء لحم او دجاج او سمك نوضعوا كميه من الملح اسفل في قاع الطاجين كيف ما تشوفوا معايا، تتمنع الاحتراق ديالو، كذلك كتمدوا بلذه رائعه جدا. نبسطوا قطع اللحم في الفون ديال الطاجين، نضيف لهم بصله مقطعه مربعات، ثم طماطم مربعات، والمتبقي الخلاصه اللي كنا مرقدين فيها اللحم. نضيف لها القليل من الماء ونعمل هذه المكونات تقلى او طيب على نار مهيله جدا. كيف ما تنعرفوا الطاجين من الاحسن نعملوه على النافخ، ما توفرناش نعملوه على نار هادئه جدا. من بعد ما تيطيب لينا الطويجين تنضيفوا له الملوخيه او الباميه، كيف ما تنعرفوا ما تحتاجش مده طويله للطبخ، تنضيفوها في الدقائق الاخيره. وتردوا الطويجين ديالنا حتى كيطيب وتتلبى المريقه ديالو، تجي لذيذه. وكيف ما شفتوا طريقه بسيطه جدا، كنتمنى طرق اعجابكم، وتعتبر من الاطباق التقليديه اللي من كنفتخر بها من التراث المغربي الاصيل. كنتمنى تعجبكم وصفه اليوم، ما تنساوش تلايكيو لا فيديو اللي مازال ما اشتركش في القناه.